درس يلا شباب صدقوا انا هاي درس ماشي انا شو عملت؟ عملت انه ستودنت مسطر من بيرسون اها وعطيته الشغلات الموجوده ببيرسون مثلا ودائما عنده فعلاً بالرسم الثاني هاي هي اللي بتمثل يعني يعني عملها دو موديولز كونكتد موديولز طيب مش 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 زي ما قلت لو كان عم ترجع تشترك مع وزارة الداخلية كيف ممكن هذا التعريف تاخذه من هنا؟ ما هو اي دي مثلا هلا صار اي دي بس تشترك مع الجامعة لا انا في بالبيرس في اي دي شو ستيودنت ستيودنت اي دي وبيرس اي دي انا رايي لو تغير كلمة اي دي ريجستريشن نمبرز اكتبوا لحظات غير كلمة اي دي يعني الاي دي اي دي هنا ستيودنت نمبر مش حاطط نمبر مش حاطط اي دي وين بالبيرس بالبيرس ليش سميته النيم بس ارجع لهذيك كل واحد عملت لها ايدنتيتي باي نيم
هلا الجامعة شو كلية؟ كلية التجارة موجودة بكل الجامعات. لازم رقم طول. عملها اسم وعملها رقم. كود. صح؟ فاهم علي؟ كل فاهم؟ طيب. بعدين حطيت بنتي انه بتبتدي فيه يعني باتشلر او ماستر. هاز يعني البرنامج على فكره البرنامج بدي اكثر من ديجري ولا لا؟ لا 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 البرنامج بدي ديجري واحده بس الدائره احنا بدناش دائره ماشي بدي ديجري كل اوفرز لا اوكي كانه في لسته بس لسته بدناش من نوع انا برضه عندي مشكله بين السمستر والكورس هلا بدك شيء ما اعرف صراحه بدك تعرف انت حال شو ستودنت الرقم تعبر عن يعني حتى هاي غلط بدك تنزل بس هاي شو بتساوي؟ انه الرقم اللي حكيت ما بقدر اعبر عن اي جامعه انت ما ليش بدك تستعمل هاي اكسترنال يونيك حدا مش موجود انا حطيت هدول بالنص بس عشان هاي الشغله انه خلص اربط اوكي هدول في علاقه بينهم بس اربط وهو مباشر فيهم ما بعرف ايش فيه الكومبرومايز انك تهدف انه تلعب بالرقم احسن ماشي اول لحظه كلام مظبوط انه هاي اللي عندنا سنس خليه كيف لما عملت هذه بس مباشرة شبكته مع حين يعني لما انا الطالب موجود في الجامعة في كلية في برنامج بس في شيء بكلي بربط البرنامج مع الكلية مع كذا هاي يعني يا هاي ريدندنت يا هاي ريدندنت هلا بعالم ار دي اف بدك تسمح فيها اتس كومبرومايز بدك تشطبهم او تخليهم شو رايك تخليهم؟ لما اجى عملنا هيك كلاس شلون هيك بصير التعبير عن القصه؟ مش بدك اوضح طيب خليني بس كلمة بيلونجز مش بيلونجز ابيها هون تو نعم انا هاي كيف بسميها؟ بسمي ستودنت يونيفرستي ستودنت فاكولتي ما اسمي ليش ما استعملوش؟ كيف؟ لما اعمل هذا الاسم ما بدي اسمي استخدمها أو تسميها يونيفرسال مباشرة ما سمي ما استخدمش يعني عشان عندي هذا طلع كذا مرة ف ليش تسميها 1 2 3 4 5 لا الفعل الصحيح بس في الانتيتيز لا لا ما هي لا ما هي هاي بالنسبة له اسم هاي ما لا ما يعني لا لا رد على مهي. رد على ما لما شو بقول لك بقول لك هي ايش؟ هاي انتيتي مش فاهم صح؟ اها هاي انت اللي مش فاهم طيب اذا مش قصدك هاي بما انها انت اللي بدكش تحط هون يونيفرسيتي لا قلت شيك انا شو بصير اسم عرفت حط بلونكس هلا هنا هدول البلونكس مثل 1 2 3 ايش؟ بلونكس 1 لا 2 3 اذا بنستعمل 1 2 3 هذا لما تكون انت شيء انترنال تمام مش انترنال طيب عليك كيف؟ لا بدك بس student academic report student id على صوتك student id هلا id لانها هاي لا بالضبط انا هي انتجر لا مثلا لازم هيك من بين تو انتجرز student academic report student academic report طبعا academic report هدفته عشان academic report هدفته من الورا هنا هلا شو قصده هون؟ انه هان احنا بنستعمل student id نحط هاي انتجر
طيب student academic record يتمنى الستودنت نعم ليش تقول هذا belong هتبقى السؤال لو حطيت belongs to university مرة واحدة وهاي الدومين تبعها شو بصير student وهاي string 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 او university نعم هو بالاخر انه معمول تعب شو المعمول تعب؟ لا بس مع كان بين تويتنس ليش تحط سترينج يعني مع اليونيفرستي تبعنا بعطيها نعمل لها شنو المعمل ار دي اف بعطيه انه هاي في هاي اليونيفرستي هاي يو ار اي لها وانا باليو ار اي بحكي شو هي طيب لا لا شو بمنع هون حط بلونجز اليونيفرستي وهاي اليونيفرستي شو بمنع؟ كل اللي بمنع القراءة صح؟ مزبوط؟ بس كيف اسميها هذول الاشياء؟ هاي سميها شي هاي؟ لا في طعم فوق سوري سوري هذا بحكي عليها belongs to university وهي university belongs to faculty وهي faculty belongs to educational program وهي program طب اللي بعدها هذا شيء ثاني هاي مشكلة ثانية تحكي عن student record في شيء هذا هذا فتوش عن كله من حسب لا لا اللي هي نفس الشيء حكيت لنا هذيك المرة صح؟ ما تحكي ما ليش ما نطيت عنها هاي لا بالضبط ليش بنخليه ونحط فيه؟ ليش بنخليه يعني؟ ها خلي خلينا بس ننهي هذول هلا يا بنحط ترجع لورا هلا هل احنا بنعرف انه اوكي انا موافق خلص بضلين هذول اوكي الاسم بس هون قريب جدا للوارن بس مش سمتايمز مش اكزاكتلي بس اذا بزبط على الثنتين بكون احسن هاي واحد الاثنين بالنسبة للعلاقة هاي consist of offers اوكي بس بلوم صغار كلمة بلوم صغار register at university وregister at faculty وريجستر ات ديكيشنال بروجرام طب وين الكورس؟ الكورس ده وريجستر ريجستر سمستر بتربط معناته البروجرام مع السمستر لا مو هون قصدي السمستر قصدي السمستر تاع الطالب شو نزل في مواد انا بالاخر المواد بنزلها سبع مربوطات كل الاربع مواد بس خمسة لا بس احكي لك شغله انا بالاخر المواد اللي بنزلها مالهاش دخل بالبرنامج تاعي يعني طبعا بزنس مالوش دخل مثلا بس طبعا انت مسؤول عن الاخر طب بعت بقول لهم مش للجامعه برضه او مرات او بتربط الستودنت بالبروجرام مرتين مره ممكن يكون ميجر وممكن يكون معين طيب على كل حال بلونجز تو بلونجز تو مش كلمه مضبوطه بلونجز تو شو شو الافليت لا لا الافليات بتاعته موظف بس ستارت شو علاقتك بالجامعه الانجليزيه؟ انرول ذن هي انرول وريجستر نفس المعنى لا خلص فالنهاية هي نفس المعنى بس شو علاقتك بالفاكولتي؟ وين؟ في حدا سمع هاي الشغلة عندكم؟ بالأوراق تبعتكم ما عندكم ساكنين؟ أفلييت حاطط وسط أفلييت لا أفلييت معناها زي ينسب إلى طيب ينسب إلى لا أنت لا تنسب إلى جامعة الإنجليزية أنا أنسب إلى الموظفين الأفلييت شو معناها زي تنزل للمرور شو اسمها أنا حطيت ريجستري لأنه بس أنا كان في كلهم؟ لا ممكن بدل البروجرام سبيشال لايسنس احتمال ولا ممكن فولو فولو لا البروجرام فولوز بروجرام او ايش بتقول كمان سبيشال لايسنس البروجرام لا ستيودنت مش اوفر
خليها علاقة مع اليونيفرسيتي، خليها studies at faculty. والله فلوس وكيش شو كان التويسيز ده كون فلوس student for the core program, student enrolled in a program, specialized that. Register. Register. Are they registered in the ITG? The licensed with the program? No. Licensed with degree. Can you enroll in? Will I add? offers educational program. The degree, the program has degree, which is the program that has degree? Student. No, the program offers the degree. Will has type. اوكي اوفرز دي طيب هلا ستودنت ريجستر خلي هاي الرول هاي ريجستر هاي ريجسترز سيمستر الاسم الو هذا تستعطي سجل تقطع ممكن حسابه بس حكي تقطع والو افريج بالسيمستر وفي عندنا الو كورس الكورس الو اي دي الو نيم الو جريد الو كريدت اور طبعا انا عندي مشكله انه هلا عمليا ستودنت ما فيش علاقة بين الاستودنت والسمير بالكورس. بدون نسبة عن جد صعب يعني تراجع الرول. لازم في علاقة بس ما بعرف شو حطها يعني ممنوع سنة ثلاثة أو الرول. ليه؟ نسبة ممنوع ما بعرف شو عملها. يعني برضه الواجب تصير في الكورس مباشرة ما بينفعش يعني عشان الكورس بيتحدد حسب السمستر. نعم صحيح. يعني أنت بكل سمستر منزل شيء. طب اربط student بالكورس والسمستر بالكورس student direct مع الكورس لانه هو بسجل هذا الكورس ومن الاشياء اللي بتوصف الكورس انه هو سمستر كذا نازل كمان مرة student مسجل الكورس يعني محل السمستر هو الكورس student سجل بالكورس direct والكورس من صفاته انه له سمستر معين بهذا السمستر طيب لو جينا عملنا شيء ثاني برضه دخلت راسك شوي بعد بس هات هات نجرب الشغل الثاني امحى ماما قولوا سجل هلا هات نسمي انتيتي جديده اسمها ستودنت سيستم ولا بتوتيش يعني شو كان من زمان اسمه The student register كان لازم يسجل ايش؟ كورس صح؟ هلا هون بزبط شيء عمي هنا بزبط شيء بزبط شيء تشتري شيء هلا شو اللي لازم يصير؟ هلا الستودنت بسجل كورس باخذ فيه علامة صح؟ أو نعملها هيك هات ورجيك كيف فكر تاخذ فيه علامة جريد طيب الستودنت مسجل كورس في سمستر معين مزبوط خلي هاي حتى هاي جريد وهاي سمستر وين حطها؟ هاي التير اللي عملناها خلينا نسلك خلينا بس نحل مشكلة السمستر هل انت بتسجل نرجع انجينيرنج مش تروح تعيدها صح ما فيش مشكلة يعني فيش مشكلة
لا في مشكلة لأن هاي العلامة هاي مش الكورس النولج انجينيرينج هاي زي تقول ورق الكورس تبع وليد هاي مش الكورس هلا لو جينا عملنا كمان مرة ننسى العلامة نقول إنه سيمستر اي ستيودنت مسجل في كورس معين في سيمستر معين صح؟ ولا أنا غلطان يعني هاي بتيجي نحط أمثلة وليد مسجل نولج انجينيرينج وليد مسجل داتا بيس هل هاي هون نتيجة زي W هاي فانو سيمستر فانو يين هاتي نقول مثلا نعطيه 2011 واحد الأول هاي وليد نولج انجينيرينج 2011 الثاني مزبوط مش هيك هبل استراتيجي هلا لو مزبوط انتوا متابعين معي هلا عشان عم بجيب كيف تفكر هلا هاي شو هاي اللي كنت علاقة الاسم هاي ريجستر سبورتس مزبوط هلا هاي صارت شو كلها بعضها صارت ستودنت كورس الستودنت كورس في سمستر معين يعني فمعناته اذا بدي احولها لباينري معناته الستودنت مسجل وين مسجل وين في ستودنت كورس والكورس مسجل في ستودنت سيمستر وهي في سيمستر معين بلشت تتفرجوا ها كورس كمان مرة بس نعم كورس هاي كورس هاي ستودنت جم هاي العلاقة اللي اسمها ستودنت كورس أو انرولمنت نسميها ايش؟ يعني زي حركة انرولمنت الانرولمنت هاي أجل لستيودنت معين في سيمستر معين لكورس معين وحتى تقدر تحط كمان ايش هنا العلامة هذا نعملها بطريقة بروفيشنال بس تفكيري وقدر اريد اتفاهم عليها فاهم عمار معاي هم وكأنه إذا ما نكتب الأرضي هذه نجرب نكتب الأرضي كده تصير هاي ستودنت إن شو علاقة مع الانرولمنت يعني هي هاي كان الانرولمنت هون الحركة تحت التسجيل الحركة مش بروح تسجل أنت الحركة تحت التسجيل الحركة هاي تتكون من طالب وكورس سيمستر ويلها كده هاي السودان فينا نعمل السودان سيمستر فينا نعمل السودان سيمستر لا كيف نسويها هذه نكتبها بطريقة مباشرة هاي ستودنت مع مش بكيركي مع اللي هي الانرولمنت الانرولمنت مالها هون بكيركي مع كورس وهاي الانرولمنت في عليها علامة في إلها سيمستر معين شو أسماء الريليشنز
has student has enrollment. مش هاي العلاقه مسجله في الكورس. طب عشان نسويها في دار بالارديف هاي الانرولمنت مش هيك بالارديف هاي العلاقه صح بين دومين راحه ستودنت وانرولمنت لو نسميها has enrollment بزبط ايش does نعم creates جو بس متى صرت enrollment شو ايش student enrollment انا هيك سميت مره هيك سميت student enrollment يعني بصير في student enrollment مثلا student وليد 1 2 3 اللي هو رقم اسم العلاقه student enrollment وانهي enrollment اللي هي لازم تكملها كلها اللي هي رقم هيك صح طيب لو تمام عليهم عكس enrollments enrolls student طب course enrollment enrollment grade enrollment semester semester enrollment sorry العكس semester لنا نقرأ هنا هاي student إذا لزم لك enroll وهاي course enrollment course enrollment يعني course knowledge نسمي سكوم 6 2 4 3 course enrollment ورقم الفور هذا رقم ايش؟ transaction اللي هي مثلا في 2011 الكورس الاول 2 4 6 هيك بدنا نكرر الالي اف مزبوط معنا انت شاريها؟ فكر شو يكون ناس ثانيين؟ استبعدكم هاي المره شو اسوي عشان الموضوع يعني كم شخص ثانيين بس الموضوع هيك يعني يعني تنسى يعني خليك ما هو بالضبط ليش انا بدي هاي يعني غير بس هاي هيك الحياة هيك الدنيا ماشي بالضبط هاي المشاكل اللي بتواجهها بين الحياة النظرية والعملية ما فيكم رومانسي ما نعرف نعملها مع بعض فكورس هذا اسم كورس نسميه كورس انرولمنت ايش كورس انرولمنت بتصير اذا عندي هاي بنقولها انرولمنت يعني عندي شو هذا كورس انرولمنت تبعته يعني انرولمنت تبعت هذا الكورس في هذا ايش؟ ترانزاكشن طب جريد تقدر تعمل جريد هذا لا يا عم ما بيزبطش جريد هون ما ما هي حسب الانرولمنت هي ستودنت كورس ولا هي سمستر هون بتكلم على سوري بتكلم على ستودنت كورس
student enrollment صح نحكي على student enrollment فstudent enrollment يعني هذا الرقم وكأنه بده يجي رقم الطالب كذا رقم مثلا واحد 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 صفر اثنين أربعة هذا رقم وين في 2001-2011 سمستر رقم واحد صح؟ هلا هاي هي لازم الناتج عن كل هن الثلاثة تعطيك جريد هلا هذا هو رقمك في سمستر معين صح؟ تعطيك كورس هلا تعطيه ستيودنت وبعدين تعطيه رقم اللي هو قلت عنه انت 1-1-2-0-1-1 صح؟ هذا الرقم تعطيه الكورس يعني هذا شو هو هذا الرقم؟ انرولمنت معين الكورس تبعه اللي هو رقم الكورس اللي هو النوليدج انجينيرنج ها؟ تعطيه هذا اللي هي الانرولمنت تبعك وين؟ في سمستر معين لازم نطلع الافرج تبع السمستر خلينا ننسى الجريد تعطيه هاي الانرولمنت في سمستر معين كورس سمستر تعطيك شو؟ سمستر مثلا اف هلا اذا معناته وكانه هذول المربوطات في هاي وكانه بدك تطلع يعني بتقرا انت من هون تقرا من هون هلا اذا بدك تقرا من هون بتسمي هاي ستودنت هاي كورس هاي سمستر صح وهاي دائما هاي نتيجه يعني مع اخر العلاقه نسميها ليما احكي انا عمالي بفكر انه بدل ما تخليها بس student course تخليها student course semester سوا ثلاثة سوا student course semester بلا نفسي ساعتها the grades بصير سهل ترتبط عليها student of course semester مزبوط بصير هذا للانرولمنت يعني هي ترانزاكشن معين صح؟ احنا ليش نضبط حالنا نربط كل شيء بالبارمت ليه؟ ما لنا شوي كيفك تسوي؟ كيفك تعبر عن هاي المعلومات؟ عشان الكورس لحاله يعني الشيء الثاني اذا بنفس الاثنين ليش عملنا الكورس لحاله وهذا حاله؟ لو فكرت يا برام يوصل لنتيجه بعدها كورس سمستر ستودنت ستودنت طيب انا اتجاهك يعني اللي هي الانرولمنت اللي هي ستودنت كورس سمستر طيب ستودنت كورس سمستر هلا بتعطيهم اللي هي بالضبط هذا الواحد اللي هو نبدا من السمستر 2001 اف فول كورس اللي هو سكوم 1-2-4 الوليد رقم 1-1-0-2-4-6 ها؟ هلا بعطيها هاي بتقول لي ايش؟ انا هو؟ بدها تعطيني للستودنت صح؟ بقول لها هاي معناته في علاقة اسمها ستودنت وهي نفسها في علاقة اسمها كورس في علاقة اسمها سمستر في علاقة اسمها جريد صح؟ طيب هلا السؤال انه انا حلينا المشكلة شو اللي ضل غلط؟ اسماء هذول فهمت علي؟ شو نسميهم؟ هو هيك هيك سؤال شو نسميهم؟ لو بالعكس لو بنحكي بالعكس بجوز
إنه student registered بالenrollment والcourse offered بالenrollment. كمان مرة. student. registered. The course offered. course offered. طيب joint. joint وصلت مش offered joint هو joint course معين. الحركة زي في البنك الحركة شيء هي في إلها المودة اللي من واللي إلها والتاريخ والأمام حركة كلها تعبر عن كلها فالحركة كلها هاي تعبر عن الستودن الكورس بالسنستا طيب زبطت.
has هذا شو العلاقة اسمها؟ بدنا نحكي ار دي اف نعم؟ لا العلاقة اسمها has student domain enrollment student ماشي الثاني has cohort domain enrollment سبطت الهاي هتصير مطرح هلا في كريدت اور كريدت اور لشو؟ الكورس 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 بس انت دائما يعني كيف لما نروح نعدل الجريد تبعت خذ لنا رومت في لنا رومت انا رايي لنا رومت حسب لأسرة ثلاثة ما تبقون رقم مختلف يكون الـ ID نفسه مستحيل نفسه الـ ID نفسه مستحيل نفسه الـ ID نفسه مستحيل نفسه الـ ID نفسه سمستر لوكسن لوكسن حط لوكسن بس هو حط له افريج سمستر لا مش لا افريج بنحسب بالافريج سمستر اذا سميناه ستودنت لا بنحسب بالافريج سمستر للطالب صح معناها حكيت كثير كان هذا الطالب كل طالب سجل سمستر خلص سمستر في كورسز وفي هاي الامور الثانيه ستودنت والسمستر بيعمل الافريج يعني هلا احنا راحه السمستر هون بعملش أفرج عن السيمستر هو كل حد سيمستر لما يعني هون هاي السكيمة السيمستر تبع وليد وتبع عمار نفس الأفرج لأن أفرج السيمستر مش لاثنين هلا حبينا عن الرومي صح؟ نقدر نعمل انتيتي جديدة بين سيمستر ستودنت اللي تأخذ الأفرج أو نقدر نسمي سيمستر سيمستر وخلاص بدون مش موضوع بس مسموح الدرجة ليش؟ بس السمستر هون صار بصير له نيم مش مشكلة يصير له نيم مش مشكلة له اسم ورقم ظل اشي ثاني تبغى تضيفوه؟ لا ما خلينا في ايش؟ في انه سمينا السمستر ستريم زي كأنه سمينا student course يعني صفر الفصل العمار بيعطي معرفة بصير كلامك مزبوط بصير بس احنا عشان ما نعملش حاولنا نطلع منها بس كمان مرة كيف ربطنا بين student والسمستر أفرشي كيف ربطنا نسيت ما ربطناش خلص هسه قلنا هاي تعبر عن student course semester معين average ما حط من درجة بدنا نحطه بدنا نحط شيء جديد خلص نروح ترانزاكشن انا عندي سؤال في شيء عندك سؤال ولا في شيء خرب شيء ثاني انا بطلع كونسترينت حتى هناك بس كونسترينت اكيد لازم يكون في فيش علاقة اكيد لازم يكون في ستودنت اكيد لازم يكون في كورس اكيد لازم يكون في سيمستر كريدت اورز بدكم تحطوها بالكورس كريدت اورز مضبوط طيب هل في
كشف علامات ممكن نحط مادة في شيء لها جريد؟ ها؟ أنا في مادة في هلا هاي إلها ID student semester course ما عندي تحت بس فيش عندنا اكستر شو اسمه اكستر ما بنقدرش نستلم فهي نعملها لهي الاي دي يريد كثير او هو ما عندي يعني مهم او نمبر طيب اكيد دائما هون في لا اكثر ستودنت من هون من ستودنت مسجل في أكثر لا مسجل في من هون ستودنت سجل وين كل البرامج أنا وين هي هامش وجودي للأول هل يكون سجل لا بس أنا على الوقت بنجيب على الوقت أنا ستودنت واحد إيش كل هاي البرامج عنا ستودنت واحد لكورس واحد لكريد واحد وكل هاي لا بس سجل آه هيك بس طيب في شيء كنت ستريس تاني محمد؟ value constraints؟ ولا ما هو بدنا بدي اشوف في الاول عشان يعني نعمل شيء في الاول ممكن ستريس حطها في الفرس الثانية سمستر value لا هلا value سيري الحظ تحطه value غير الفاليو اكيد في فاليو بدك تحط فاليو كونستنت غيره غير الفاليو شو اخذنا بالاول اللي دي مش بقى لا مش بقى فيها number of courses لا مش student هاي هاي student كديش إله transaction ممكن بس أنا بحكي عن عدد هلا كديش إله transaction بقدر أشتغل لا نقدر يعني مثلا نحكي إنه أقل شيء أنا وين خلاص بكفي سو أو ممكن البروجرام يكون total credit hours اه بس كده تحط value constraint كده تحط اول constraint هذا اللي يسموه بيت الواحد المشروع بضرب في كل العصافير يعني كنت انا بدي اخربشكم بهاي ليش انا اخترت هذا المشروع كنت بدي اخربشكم تواجهوا هاي المشكله نحلناها انا عارف انها عاجين عليها بس ترى المشروع بدون كونسترينز منيح اه دكتور يعني هلا غير الفاليو والفانكشن كيز وما في شيء ما ضل شيء بس على كل حال مش تقدروا تحطوا الفاليو بالاول يعني انا بعرف بالاول بعطي اف هلا عندها براكتس سيري درسها بس براكتس فتطلع فاليو تغلب شوي ف ورجينا الـ RDF S ورجينا الـ RDF عشان نصلح لك عليه مباشرة شوف شو الجملة من هالبريك نرجع للمحاضرة كده ضايل معنا وقت ربع ساعة محاضرة ساعة عصر خلص اللي بده يروح يطلع يطلع بس انا بدي اشوف تبعت الـ RDF خمس دقائق واضح انك بتعرف تساوي هذول الـ RDF S انا الاول كريمات جدا على الموضوع بس يعني تسوي كونستنت شيء ثاني ايه كيف عملت الانفاليديشن؟ عملت له الارضيه وظبط؟ ورسم الرسمي؟ رسم الرسمي انتبه لانه الرسمي هي تريبلز اند جراف بس يا رسمي غريب عجيب مش الستودنت طالع منها كل الاشياء لا اذا الستودنت طلع منها كل الاشياء زي بدها تصير زي اورم طلع منها كل الاشياء غلط الستودنت بدك على الار دي اف ولا على الار دي اس؟ دي اف اس
على الار دي اف. لا خلينا بالار دي اف بس، وهي نفس الشيء هي ار دي اف سي ار دي اف. اولي ما جربتش الرسم؟ لا لا، بس انه ما عطاش فيها مشاكل. طيب ورينا ار دي اف. هاي جامعة كيرزيت. هلا عندك هذا شو الشيء هاي وليد؟ انه ما عطاش الوي ار اي. شو اسمها هاي؟ بلان. هلا في عندنا اشي نوعه ستودنت الو فوف الو فيرست نيم مونيكا الو فادر نيم حسن الو ستودنت جراند فادر نيم. هاي وين ما مزبوطش يعني طولها كبده شكلك هاي مكررها سبيلينج مزبوط ستودنت جراند فادر نيم. طبعا مش معرفك بالفوف عرفتها انا بالارضي بس انا عملتها. طيب ليه سميتها ليه ما عرفتها ليه البيرسون خلاص؟ انا هنا اشتغلت ليه ما عرفتش البيرسون؟ يعني خلاص جراند فادر نيم زي الفيرست نيم مثل كيف قلت ما بسمش ستودنت. يعني زيد يعني انت خذ الفوف وضيف عليها بالار دي في اس. ما تفتح هيك هيك اعملها هنا بتطلع. اه ما فيش داعي. هنا فوف. فوف حتى الفيرست نيم ما اخذت السكيما اللي انا عاملها. لا فاهم ما واضح بس يعني قصدي جراند فادر الدومين الدومين بيرسون والبيرسون اللي هو الفوف بيرسون مش اسمه ده الدومين فوف بيرسون ورجيني انا هنا اه حلو اشوف كيف بتضيف انت على الفوف. انا ما بضيفش على الفوف انا فوف خليها هي نفس الشيء. اوكي روح روح عليها. انا هنا مثلا زي هنا student father name مش عارف هاي student father name طيب واحدة father name خلاص انا حكيتها خلاص عملت كل المسميات اخذت اسمع هاي غير حط هو فوف نقطتين بيرسون بمشي طبعا وهاي جراند فادر وكانك انت ضفت على اتريبيوتس وبروبرتيز قصدي لمين على البيرسون تبع الفوف. هلا بعدين انت بتعمل له سبتايتل كم موجودات وهاي نفس الشيء هاي فهمت علي؟ طيب غيره نرجع هذا هلا فاميلي نيم ابو صباح تعرف وليد شو بدك تساوي لي؟ يعني انت على الاقل انت تهديد يعني المفروض انك شاطر صح؟ بطلت من الشكل اللي فيه هلا هاي لانه لغه مكتوبه انجليزي تقدر شايف هاي الكلمه إذا بدك تعرف بدك تحط اسمه بالعربي والله براحة تحط اسمه بالعربي كمان بالعربي بالإنجليزي كيف تساوي؟ عشان نقول لك رسالة هاي شايف هاي بتحط أد بآخر أد وتحط مع السلامة يجي او اد اي ار وين هون بس بضل نفس مثلا صف عندي فوق عندي نفس بعض الوقت هيك بزبط بس هاي اللي اخذها اد انجلش وهي اخذها اد شفت علي؟ طيب student admission date, student ID, student status entry belongs to university. مش بيرزيت university تقدر طبعا تحط string صح؟ لا مش string انا فكرت فيها انه انا ممكن استخدم اكثر من مره في نفس هذا الـ URI بس
قدمته هنا ولا الكشف عملت انت عن نجاح. فهي بصف هاي اليونيفرسيتي هي مثلا هي عندنا ويكيبيديا اللي بتحكي عن جامعات هي هناك بتحكي عن بيرزات وعن وعن وعن. تعريف جامعة. هاي قصدك سبيس. اوكي. فلسطين اليونيفرسيتي اند كوليجز. طيب عشان استخدمه مرتين ما اخدش مثلا يعني هو انا بحط بيرزيت بجيب لي هذا اللين كله بروح على بيرزيت الارتكل تبع بيرزيت هذول متاكد من هنا متاكد من تبعت هاي انت شايفها كلمة بيرزيت شايفها كلها تمام احط الاخر هلا جيب هاي كلها حطها هون مطرح يونيفرسيتيز ونقطتين شو بصير؟ بصير هاي كلها زمان شو الفول يو ار ال؟ فاهم عليك انا احكي لك شو الفول يو ار ال؟ انا هين لما حكيت عن الانفورميشن تكنولوجي مثلا وحكيت شو احسن شيء؟ شو احسن شيء؟ حط اللينك تبع بيزنس عشان ليش فكرت فيها لعبة واللينك تبع نجاح واللينك تبع ليش مستخدمه مرتين؟ يعني نفسه اللي حط اللينك تبع بيزنس اللينك تبع نجاح وهون لما تحط حط اللينك تبع الانفورميشن انفورميشن تكنولوجي بس تحت بيرزيت جربت ما شفت يعني هو لما هاي الحظ بيزاد عليه اليو ار مش فاهم انت ما مش فاهم بصير ترى يا بحط تاع الجامعه اليو ار تاع الجامعه يا شايف هاي كلمه بيزيد هون حطيت هاي هيك على البراوزر حطيت من هون هاش بيزيد انت شو بتجيب لي؟ جيبي شيء خلص اسمع حط اليورال تاع الجامعة حط اليورال تاع الكلية حط اليورال تاع البروجرام إذا موجود طب مثلا كود بورس إذا مش موجود اليورال تاع البروجرام إذا مش موجود اليورال تاع البروجرام حط اخترع أي شيء في فاضي بعد الكلية تبعتنا شوف كلية id.bz.edu/emms البرنامج تبعك شفت عليه؟ اصل هاي لازم تبقى خد هاي الاصل قاعدة زيادة لازم هو على شو معنى بعض؟ عشان عندنا سبيس خلص هاي شو معناها؟ انه لو بقدر ابدل هاي من هون لهون مع انه تطير اجيب من هون لحد هون شايف هاي؟ امسكها مع الهاش امسكها واحطها مطرح هذول لما بحط انت لازم تروح عليها او تحط الويب سايت عشان انت بتحط اسم للفاكولتي بدك تحط اسم للفاكولتي ها بس هذا اليو ار ال فاكولتي نيم كذا كذا هلا هذا يضيف ل على شيء واحد صح؟ وين رجعنا على ما؟ خلصنا احنا شباب بس شوي زين هاي جزء طالب واحد بس ما فيش ستودنت فيش ستودنت هاي علامة صح؟ هاي علامة مزبوط؟ لمين؟ اوف كورس فيش ستودنت هاي مش تبع بس هو ما بعرفش شو هاي مش تبع ليش؟ بس ايش؟ بالنسبة للعربي كمان معنا إذا بدك هل هاي الكلام بالإنجليزي صح؟ بدك تكتب باليوناني تروح تقول family name يوناني وfamily name إنجليزي وfamily تدمل أكثر من relation؟ لا فالآر دي إف كيف نكتب اللغة بتاعت التكست مش هاي الليترال value كيف تكتبها؟ مثلا بتحط كذا
هان البالي تقول أنس صح؟ حط أب إي إن إي آر عربك أو آه سوري هاي إنجلش تصير إيش؟ تبقى إي جي تكون تتأكدوا منها أو هون أنس إي آر أي مش بس للإسم لأي شيء أنا سأقول لك سؤال أنا بعرف شو أنا حكيت إنه هذا ستيونات ريجستر هذا السيمستر ريجستر السيمستر طيب بعدين لما أجي أنا ما أقول السيمستر أول جديد هاي السيمستر يعني هاي السيمستر صح؟ طب وين دي وراك طبعا؟ أي في شيء السيمستر ما أدري شو بقشع بس قصدي هنا ما جاك في السيمستر في دول كورسز وبعدين بتنش مع بعض لما احكي انه هذا الستودنت مسجل هذا السيمستر والسيمستر في هاي الكورسز بضل فيش فيهم علاقه بس هو اللي انت السيمستر مو لازم بين سيمستر وسيمستر تتفرق يختلف عندي هنا النعم النعم انا بعطيه يختلف شلون كل سيمستر بتحطه هنا اوكي انا زي تعاملت معاه زي الرقم تبع ماما طيب نعم انا شو سويت بس مش شوي يعني الاخر ده مزبوط الاخر ده بتلاقي حياه ارقام او كلام بس بيعبر عن ثلاث شغلات عن اسمي الكورس حتى تقدر تحط عليها ما حطيتش هذول صار انه مش عارف الكورس بس اسمع بصراحه شغلات تعلمت منها يعني انا التعديلات اللي حتسويها مو هذا طبيعي هلا سويت واحد الثاني فايل ثاني مزبوط هلا وليد بدك ترسم الجراف لما تعمل فرديه بدك ترسم الجراف وتفكر فيه مظبوط ولا لا زي ما انا بدي بدك تفكر في الجراف وخليه هون بتتخربش بس لما ترسم الجراف تعرف وين سبب المشكله هل هي بالموديلينج ولا هل في غلط هون ولا في غلط في السكيما ولا وين الغلط؟ بحس بحس لو جبت غلط بيجي من الاورام لا يعني هسه جزء ما عملت هيك غير هيك بطلت عندي مشكله غير العلاقه بين السيلنت والكورس بطل عشان صدقت الاولاد زي ما هو يعني ما لا لا بس لا بس مش فاهم زي ما هو يعني ما عملت هيك غير صح بس عملت بس يعني علاقات تبين يعني شو عمل شيء جديد لا علاقه اللي بنحكي عنها هذيك تبين في الوالد بس لو بدنا منها بالغالب تظهر لك شيء بسيط ليش بس بجزء ما اجي انا اسقطها بحطها بطلت عندي مشكله لا أصدق هذيك عملها بي بيس هلا بحل المشكلة من الأور إم تروح على الأر بي إم بتصير عملية النيمينج المشكلة بس طيب يعني أنا واضح إنه ما بنقدرش ناخذ كل الطلاب يعني طبعا المحاضرة بس الكل استفاد صح؟ ماشي؟ نعم نسلمت شيء معاه؟ نعم نسلمت شيء معاه؟ هلا بتصلحوا الجريد ضرب مع الهواء مش روح تقدر ترسمه هاي هذا لوليد كمان انا مش بدي تنسى هو الوليد اذا اعطيني هو الوليد بغسل انا شو ذنب وليد ولا بيجيبوه بحية صح؟ كل يوم انا كثير مرة انا سبت من عندك المعرض انس كيف حالك في اكوانت مش ما حكينا كلام اسالهم عنك ثلاثك كيف سيرفيسز حكى لي مميز مميز انت مميز كيف سيرفيسز شو كده كان في سؤال عن لا لا